ربنا يبارك في حضرتك يا رب. دلوقتي حضرتك انا لما باجي اصلي برجع لربنا في موضوع الصلاه ده، وبتوب وببتدي اصلي، بصلي فتره وبرجع اقطع. بس او عندي مشكله برضو في موضوع الصلاه، ان انا دايما بتفوتني صلاه العشاء ما بصليهوش. هل كده انا من المنافقين؟ يعني عشان انا سمعت ان في حد بيقول لي اللي صلاه العشاء دي لو ما صليتهاش تبقى من المنافقين. بس هي دايما بقول شويه هصليها شويه هصليها، وبعد كده ما بصليهاش وبنام. نعم، دايما على طول متكرر معايا الموضوع ده. يعني السبب، خلينا كده نوصل للسبب. انت شايفه ان السبب اني ما بصليش العشاء اني بفضل اسوف اقول هصليها دلوقتي هصليها دلوقتي فبتنام. ايوه، وفي لكن الاخر ما بصليهاش وبنام. بقيه الصلوات بتبقي بتصليها عادي طول اليوم. بصليها عادي، بس باجي فتره وبعد كده بروح اقطع. يعني مثلا اصلي اسبوعين واروح اقطع، مع اني ببقى مقبله على ربنا جدا وبتوب توبه بجد، بس مش عارفه ايه اللي بيخليني اقطع الصلاه تاني، وبالذات صلاه العشاء دي اللي بتوب منها. انت عندك حاجه بتشغلك في حياتك؟ عمل، اولاد، بيت؟ لا لا، العادي العادي المعتاد والله. تمام. طيب ليكي سؤال تاني؟ يا فندم، دلوقتي حضرتك انا مثلا لو الفتره اللي ما بصليش فيها بذكر ربنا مثلا وبقرا القران وكده، هل ده ربنا هيتقبله مني، ولا عشان ما بصليش ربنا مش هيتقبل ده مني؟ يعني انت في الفتره اللي بتقطعي فيها الصلاه بس بدون عذر طبعا. طيب انت بتذكري ربنا وبتقرأ قرآن؟ بقرأ القرآن ودايما ذكر الله على لساني، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أمر الصلاة ده تقيل عليكي شوية. مش عارفة ليه دايما والله، مع اني ببقى مقبلة على ربنا جدا وببقى متضايقة، وانا عندي نفس اللوامة بقعد الوم نفسي كتير ان انا ما بصليش، بس مجرد ما برجع لربنا بصلي فترة زمنية ممكن اصلي، عارف حضرتك، يوم وتاني يوم تلاقيني قطعت، ممكن اصلي اسبوعين وتلاقيني قطعت، ممكن اصلي شهر واقطع. بس مشكلة صلاة العشاء معايا دي هي اللي عاملة لي مشكلة جامدة جدا. حاضر، ربنا يعينك. وعايزة أعرف هل الفترة اللي ما بصليش فيها دي وبذكر ربنا، ويعني طول ما أنا بذكر ربنا هل ربنا هيتقبلها مني ولا لأ؟ وصل سؤال حضرتك، بنشكرك شكرا جزيلا. شيخ عويضة، شيماء كانت بتقول إنها يعني أوقات تنتظم في الصلاة وتبقى يعني كده محافظة، وأوقات الموضوع بيتفلت منها ما تقدرش تحافظ. وبتسال كمان عن صلاه العشاء، بتقول اوقات كتير ما بعرفش اصليها. بنام، يعني بتفضل تقول هصلي لحد ما بتنام. هي دي حاله بتعتري كتير قوي، خاصه من الشباب. وبتعتري برضو الكبار، يلاقي نفسه فتره مقبل على الله قوي ومحافظ على الصلاه، وفتره يصيبه فيها خمول، وده مش صح الحقيقه. ايوه، احنا لو بصينا كده لامور حياتنا، في امور ضروريه احنا ما بنستغناش عنها ابدا. احنا حد فينا بيسيب الاكل؟ لا خلاص. ويحب يلبس ويحب يتمتع. الله، طيب يا جماعه، امال فين بقى العباده؟ ما العباده دي بالضبط بتقيم الروح زي ما الاكل بيقيم البدن. الله، وهو ده التوازن، يعني والوسطيه بقى. انت بلا يعني صلاه، ايوه، انت هتحس تتفتح عليك ابواب شر دايما. سبحان الله، شوف ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله، فدايما الصلاه تلاقي المصلي، حتى احنا في مجتمعنا بنقول ايه؟ انا رايح اشتري من فلان، اشتري من فلان، ده الراجل ده بيصلي. بتطمئن ليه؟ علشان بيصلي. ايوه، مجرد ما تشوف الانسان بيصلي انت بتستريح له. قال لبنتك واحد وبيصلي، تقول انا مستريح له، ده الولد ده بيصلي. يقول لك ده بينه وبين ربنا عمار. عمار بيصلي. فاذا الصلاه دي يا جماعه ما ينفعش نقول لا انا معلش كسلان النهارده عن الصلاه، لا انا مش معاك، مع ان هي فيها، خلي بالك، فيها خير بيتحرك. أيوة، دايما لما في الوقت اللي ما بتصليش فيه بتذكر ربنا وبتقرا قران. طيب هتقعد 10 دقائق ولا نص ساعه ولا ساعه تقرا قران؟ لا، 10 دقائق صلاه ده الاولى بتاعك، ده الفرض اللي عليك. اما القران يكفي ان اقرا قرانا في الصلاه حتى لو سوره صغيره، انا كده خلاص عملت اللي عليا. حافظ على الفرائض اهم خلاص. من اني طبعا طب ما يجيش واحد يقول لي انا بقيم الليل بس معلش بنام عن صلاه العشاء، ولا عملت حاجة. هتحاسب. أيوه، هتسأل عن هذا. فلذلك دايما نقول لا يا جماعة، كل اللي احنا الفرائض دي كلها زي ما قلنا بتقعد ساعة ونص مع الإنسان. فلما كل كام ساعة نقف قدام ربنا 10 دقايق، ربع ساعة، 10 دقايق ما بنكملش. صحيح، أظن دي مش تقيلة عليكي خالص. وادعي ربنا إن شاء الله ربنا يشرح صدرك ليها، وجهد نفسك، لأن القرآن قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم يبقى عندك حركة للعبادة عشان ربنا يشرح صدرك لها. مش هقعد كده متكتف وحاسس ان انا متكتف ومش عايز اتحرك لربنا، لا، اتحرك هيأتيك المدد.
الله. ويأتيك الفتح. نعم. طيب هي برضو عشان أنا متخوف من الجزئية بتاعت الذكر وقراءة القرآن، بتقول هل ما يقبلش مني لو ما كنتش بصلي؟ ما نقدرش أبداً إنه ما يقبلش منها. فهي ما تخافش من هذه الجزئية. لا لا طبعاً. إن شاء الله. بس طبعاً نقول الأولى بقى. الأولى أيوة. إيه لا الأفضل اللي إحنا نسأل عنه إيه؟ أيوة. أنت هتاخد الثواب اللي بتعمليه ده، بس اللي هتتسأل عنه هو ترك الصلاة. فأرجاء يعني طالما وصلت إلى هذه الحالة الجميلة من الأخلاق لا تتركي الصلاة إن شاء الله. طيب هل في علاج لمساله كمان صلاه العشاء تحديدا، فكره انها بتقول بسوف فبتضيع مني؟ هي صلاه العشاء احيانا بتاتي في وقت ممكن الانسان يبقى مشغول شويه في البيت. أيوة. بعد عناء يوم مثلا عمل او بعد شغل في البيت المراه بقى كسوله، اول ما نحس ان احنا هنتعب وهنقعد في الارض بقى نريح ما نسيبش نفسنا. نقوم اربع ركعات وخلاص. ده اربع ركعات يا عم، واقل الوتر ركعه. نعم. بس يعني اربع ركعات وركعه الوتر وركعه واحده. كانوا بيعودونا واحنا صغيرين كده يقول لك اول ما تسمع الاذان هو ده اجري صلي على طول، هتلاقي نفسك حافظت على الصلاه. الانسان ما يامنش ايه اللي هيعرض ليه. صحيح. ممكن بعد نص ساعه يكسر، بعد نص ساعه لا قدر الله يصدع. صحيح. يتعب حاجه توجع. طب انا اول ما اسمع الاذان اقوم اخلص الدين اللي عليا لله كده. الله. ارحنا بها يا بلال. الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ينور بصيرتنا جميعا.